اول سباق يعني بدينا سباقات الشوارع. طبعا ما في الامارات ما كان عندنا تراك فور الدراج، وهاي الرياضه خطيره طبعا، خاصه السرعه اهم شيء فيها، عنصر السلامه. فخسرت وايد من اصدقائي واخواني بسبب الحوادث، فعقب خلاص وقفت. سنه 2001 فتحوا حلبه في ام القيوين، والشباب كانت تروح هناك تسابق. طبعا مثل ما تعرفون سباق الدرج سباق مكلف، خاصة إذا الواحد مثلا بيزود سيارة، شيء مكلف من بخصوص السبير بارت، المعدات، وهاي الأمور كلها. أول سباق خطه في سنة 2007 ظهرت فيه الأول، ويعني بين السباق الأول والثاني الأول والثاني لين ما فتحوا حلبة مرسياس، ويت هني وتسابقت وظهرت الأول، والجماعة طبعا اختاروني أني أكون أول إماراتي يمثلهم. الحقيقة يعني حبيت أشكر حلبة مرسياس أنها أتاحت الفرصة للشباب أنهم يتسابقون في الحلبة بدال ما هم يتسابقون في الشارع، لأن مثل ما تعرفون أن الشارع سباقات الشوارع ما فيها سيفتي، لا سمح الله واحد حصل له حادث أو صار له شيء يعني بيتريى لموت سيارة الإسعاف وتأخذ المستشفى، لا سمح الله يمكن يكون حصل له شيء. لكن في الحلبة في التراك عنصر السلامة موجود، لا سمح الله استوى حادث سيارة الإسعاف موجودة، وهذا طبعا يأمن للشباب أنهم يقدرون يتسابقون هني وهم مرتاحين. أنا صراحة مستانس وفرحان، وهذا شرف لي أني أمثل دولتي وحلبة مرسياس، وأني أكون أول متسابق إماراتي يحصل على هذه الفرصة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. كل واحد يتمنى أنه يفوز، وكل إنسان يحب أنه يحس بهاي الفرحة. الحمد لله ان الله وفقني وفزت في السباق السنه اللي فاتت، وانا طبعا مستانس، والحمد لله ان سيارتي ما حصل لها اي عطل. وحبيت اشكركم على هذه الفرصه، ومشكورين. انا طبعا مرتاح، يعني ما في شيء يخوف. مثل ما تعرفون تعتمد على السيارة إذا كانت قوية وعلى السائق، إذا توفروا هالعنصرين الاثنين الشخص بيفوز. سيارة مش قوية والسائق أوكي، سبحان الله يمكن يعتمد، يمكن الشخص يفوز ولا ما يفوز. وأنا تري الحين السباق وبنشوف. هاي أول فرصة لي إني أجلس في السيارة، أنا ما تدربت عليها وما حد علمني عليها اي شيء، بس يعني جلست اساسا من خبرتي في السباقات، جلست في السياره والشخص المسؤول هو يعني رواني الاشياء التكتيكيه في السياره، يعني الجير، الترانز بريك، البريك، اماكنهن، وانا سكت السياره والحمد لله. لازم الواحد يكون مركز ويكون مرتاح في السيارة ويعرف هو شو بيسوي بالضبط، وأهم شيء تكون عند اللحظة اللي بينطلق فيها ردة الفعل، أنه يقوم قبل ما تولع الإشارة خضراء، وأنه ما يقوم فاول. في هاي اللحظة إذا توفر، إذا نش انطلق وكان عنده good reaction time والسكستي فوت عنده أوكي، عادي بيفوز إذا السيارة ما كانت فيها أي مشكلة. أنا مستانس وفخور أن حلبة مرسياس أتاحت لي هاي الفرصة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقني وأكون عند حسن ظن الجميع اللي اختاروني وعطوني هاي الفرصة أني أمثلهم.